كما قلت لكم من قبل هذا العين كتداوي مجموعه من الامراض كما كتشوف معنا كاين امراض جوارح التنفس امراض التنفس وديال الهضمي. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، لاباس عليكم، كلشي مزيان نتوما بخير؟ ايوا الحمد لله. احنا اليوم دابا رانا منتزة في الطريق ديال الاكنون، متجهين للاكنون ان شاء الله، ونحاول نوصل لعين حمراء ان شاء الله، وغنصور لكم تما. يلا خليكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. وعيون الليالا عيون الابويا عيون الليالا وعيون الابويا عيون الليالا عيون الابويا كتشوفوا حنا في بوابة الكزنايا في جبرنا من اتجاه التزا. عارف يا فاسكواد هي رسن جاري دوران يا جنة. كيف كتشوفوا حنا دابا كنتواجدوا في اكنون ان شاء الله، نمشيو نشوفوا العائلة ونشدوا الطريق ان شاء الله العين حمراء الى كتب الله. يلا خليكم معنا. عيون الليالا عيون الابويا عيون الليالا وعيون الابويا عيون الليالا عيون الابويا عيون الليالا وعيون الابويا ثلاثة زكاخت باش الزرقاء صريف جوج نقارات ثلاثة زكاخت المهم من القنا غدي هذا زكاخت يعني. وكيما كتشوفوا حنا متجهين ماشيين العين الحمراء، العين الحمراء اللي كتبعد على تازا 74 كيلومتر وعلى اكنون 14 كيلومتر، والعين الحمراء اللي كتواجد في الشمال ديال تازا. كما كتشوفوا المنطقه منطقه كزنايا بالضبط، المهم اكنون عين حمراء اش داير، المهم باش معروفه بشجره اللوز. شجره اللوز واحد النبته اللي موجوده في المنطقه بزاف، والزيتون كاينين اللوز هو اللي موفر بزاف في المنطقه ديال كزنايا. اوكي كما كيكون عدد من الناس كيعرفوا كيكون واحد المهرجان سنويا اللي كيتسمى مهرجان موسم اللوز. هذا هو اللوز ديال منطقة الكزنايا، تبارك الله الخير والحمد لله. راه حيدنا واحد ثلاثة إلا كان عرفنا هو اللي يسمح لنا. هذا هو اللوز ديال الكزنايا كما كتشوفوا، اللوز تبارك الله راه كان شهاني. معايا أنا صايم ونسيت كاع، كنت جابد باش بغيت نهرسو باش ناكلو، والله إلا شهاني بالله. كنت باغي نهرسو كاع باش ناكلو، ورا نسيت بلي صايم كاع. والله يتقبل منا جميعا، وحنا ماشيين في الطريق ونتمنى مع هاد الناس ديال هاد المنطقة يفكروا في هاد الطرقان، يصاوبوا الطرقان اللي ماشية لجهة، المهم جهة عين حمراء، جهة أجدير. وخصكم تعرفوا هاد المنطقة كتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة. أنا كنشجع أي واحد يزور المنطقة، جهة عين حمراء، جهة ملال، المهم جهة ملال، جهة المهم كاين أكنون هنايا كاين مؤهلات سياحيه كبيره، غير الناس خصهم يديروا. مهم كتشجع اي واحد الى جا خصو يزور المنطقه ويزوروا يتسارى في المنطقه، راه كاين ما يتشاف بزاف د الحوايج. دابا حنا غير عندنا ما عندناش الوقت باش نصوروا لكم كلشي كاين في المنطقه، الوقت ما كتسعش باش المهم نصوروا كلشي، واسمحوا لنا وخليكم معنا، المهم نديروا دوره العين الحمراء نشوفوا الامور كي دايره تما. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم داكشي، وكنظن انا اي واحد راه اللي غيشاف عين حمراء راه معروفة هي وطنية، راه أي واحد يكون كيعرفها. كيما كتشوفوا هاد الجبل هذا هنايا،
انا راه شحال طلعت من هنايا على رجلي، كنت كنقرا انا في اكنون وانا ساكن في ملل، وكنا كندوزو من هنايا كنمشي على رجلي باش نمشي للدار. ملي كنشدو العطله هكا كانت تجربه زوينه في الحياه الحمد لله. وعيون الليالى عيون الابويا عيون الليالى وعيون الابويا عيون الليالى عيون الابويا عيون الليالى وعيون الابويا هاتف طما فينو خرج نجاري زورا. انا في ان شاء الله راه داخلين العين حمراء، احنا داخلين على حمرا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد كيف كيف؟ الله يحفظك اسيدي. لا شدنا مواتد كل شيء، ما عليش ما نجي خذا. الله يرحم والدينا يوما. صوت وعيون الليالي عيون الابويا عيون الليالي وعيون الابويا عيون الليالي عيون الابويا عيون الليالي وعيون الابويا هاتف طما فينو خرج نجاري زورا العوين مضاش مضاش هامر مواش مربحا هاتف طما فينو خرج نجاري زورا العوين مضاش مضاش هامر مواش مربحا كما قلت لكم من قبل هاد العين كتداوي مجموعه من الامراض كما كتشوف معنا كاين امراض الجوارح التنفس امراض التنفس وفيها العظمي امراض الاعصاب وامراض الدم وامراض
وهي كتداوي مجموعة من الأمراض. وهذا هذا العيد راه كنت عند واحد كنت عند واحد الزيارة تاريخية المغفور له محمد الخامس سنة 1956 اللي كنسماه هو ذاك العام عيد الرحمة. كانت عين حمراء كانت في المدينة ما كتشوف كيف اللي حنا صايمين ما عرفوا تقدروا تطلعوا ليها ولا لا وكيلي الله عليك. لا مزيق سوى رقص مزيق غير سوى رقص عرفت غير باش اتواصل كل شيء كيش مثلا ميني فويسي وكامل شيء تعرفت هنا اما نشدا مزيق ظريفي دي الاجداد كل شيء دي ماذا مزيق كمان دي الجداد مزيق كاين هاد الشي خاوي ما كاين حد ما كاين ناس حاط التجاره لا والو حيت مع رمضان ومع المهم مع الصوت ولا خوت كلشي خاوي حنا جينا في هاد الوقت دابا راه مع العصر كاين كلشي خاوي وجعلنا للماء كل شيء حل وشنا عن امراض النار ونشوف حنا ان شاء الله الى يكتب الله باش نشوف حنا نشوف الصوت احنا أنا أشاهد أن الله راسكم من هذا الفيديو يكون من الإعداد ديالكم المهم وما تنساوش عاونونا دعمونا هذا المقال الله يكبر يجزيكم بخير أنا والله لا كنصدر الإلتزام ديالكم أنا كندير واحد الفيديو في الكبار باش نقدر نصور شي فيديوهات باش ندير مهمين حتى نحس بيا من الوقت الآخر باش نصور المهم إذا كنت الدعم منكم راه ما غاديش كيجي تتخلصوا كتزيد كتجيب مجهود أكثر ما تنساوش ديروا لنا ديروا ابوني لايك انك في اول مره غتشوف هذا الفيديو ديالي دير ابوني المهم ما تنساوش لي كومونتير وما تنساوش لي فيل ندعموا فوقكم وانا معاكم المهم نحاول المهم نفس الطعام مازال عاد جينا مازال كنحاولوا مازال كنحاولوا باش نحسنوا المهم القناه ديالنا بشويه بشويه اذا كان الدعم ديالكم راه غيكون واحد التحسين كبير ان شاء الله اذا كان الدعم ديالكم انا راه اوتوماتيكو غنزيد نحسن المقالة ديالي وشكرا لكم جميعا والله اللي فرحتكم بزاف انا كنتمنى عليكم وموحي لكم وكنجبد لكم ابو نبلاشي وموحي لكم.